وهذا حقيقة اليوم أقول لك، هي حتى المنظمات الدولية ربما ستوقف الدعم. يعني خالد بصراحة توقف أنه الدعم الدعم يعني الذي كان مقدم للعراق، ليش توقف دعم الدعم؟ النازحين قد يخفف، لذلك يخفف يعني بس ما ربما توقف هم الدعم. يتصورون أن العراق، يعني هم يتصورون أن العراق الآن أصبح بسبب صعود النفط، وربما العراق قادم، ولعل هناك لديهم معاناة جديدة لبعض النازحين في دول العالم. تعلمين هناك يعني عدد كبير من الأوكرانيين سوف هم يقولون بصراحة، أنتم اليوم العراق لم تكن دولة فقيرة، لذلك أعتقد اليوم الكرة في ملعبنا كما يقولون، هم يقولون الكرة في يعني ملعبكم، ونحن حقيقة إن شاء الله سنعالج هذا الملف. طيب سيد كريم، يعني هذول النازحين اللي رجعوا إلى بيوتهم إلى حد الآن هاي المنحة، إحنا دائما حلولنا ترقيعية، وجنابه قلت إحنا ما نريد حلول ترقيعية. هاي بالنسبة السؤال اللي دا يدور، وجنابك أنت قلت رحت وسافرت وشفت بعض المنظمات وأشادوا بينا، لماذا لا يتم إرجاع أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم، سيما أولئك الذين لم يثبت تورطهم بأي فعل إرهابي كما يقال؟ يعني أنا أشكرك على هذا السؤال، السؤال الصريح. نعم. يجب أن يطرح دائما، أين هم ولماذا لم يعودوا أهالي جرف الصخر؟ نعم. تعلمين أن أغلبهم طبعا هم حقيقة بعضهم في اللطيفية، بعضهم في مناطق خارج المنطقة، لكن أنا حسب معلوماتي طبعا، أولا أنا تأكدت لك، نحن كوزارة دورها الإيواء والإغاثة، أما التدقيق الأمني، السلام الأمني أو تشخيص المصلحة الأمنية، هذا ليس بأيدينا. نحن عندما يكون القرار بعودتهم في أعيننا، نحن سوف عندما يكون حقيقة قرار أمني بالتأكيد سوف نقوم بإجراء ما يلزم علينا، لكن هذا الأمر حقيقة تشخيص التقدير الأمني ليس بأيدينا. وأيضا أنا سألت القوات الأمنية هنا، قالوا أطراف جرف الصخر بإمكانهم العودة يعني، لكن المركز ربما ببعض المشاكل أو بعض القرارات الأمنية التي تمنع وصولهم، والحقيقة ليس بأيدينا. احنا انا ذكرت لك دورنا الايواء والاغاثه مو التدقيق الامني، لذلك هذا السؤال يجب ان تسال الجهات الامنيه هذا السؤال. اما نحن مستعدون لاستقبال اي نازح عراقي، لا نفرق بين النازح، كلهم عراقيون، وايضا عندما يكون القرار بعودتهم سوف يعودون ان شاء الله. ان شاء الله.